مرحبا بكم اعزائي مشاهدي قناه نادي الزمالك في كل مكان. وعقب انتهاء مباراه نادي الزمالك ونادي سموحه بفوز نادي الزمالك بثلاث نقاط عزيزه جدا وغاليه في الجوله الاولى من مباريات الدوري المصري الممتاز، بالتاكيد طبعا نظرا لاستقرار الفرقه اللي بيعيش فيها نادي الزمالك طبعا، وتوفير كل وتلبيه كل احتياجات فرقه نادي الزمالك. معايا الان طبعا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار ببارك لحضرتك على اول ثلاث نقاط في الدوري نادي الزمالك، اكيد مباراه قويه امام قسم قوي زي نادي سموحه، ولكن نادي الزمالك قدر ان هو يفك طلاسم نادي سموحه. الصفقات الجديده سامسون اكولا النهارده بيتالق امام نادي سموحه وبيحرز هدف قدر يرجح كفه نادي الزمالك ويؤكد فوز نادي الزمالك. ببارك لي معاك يا فندم على طبعا النجاحات اللي بيعيشها فرقه نادي الزمالك. اولا انا حصري يوم الخميس، فانت خطفت كده يا ابني. انا حصري يوم الخميس، بكره انا في مش عايز ازهق الناس مني يا فندم. شرف ان انا هنظر مع حضرتك والله. لا مش عايز ازهق الناس، لكن انا برضو ضد انك نتكلم عن لاعب بالرغم طبعا ان اللاعب لما يكون جديد ويتالق بيحسب لمجلس الاداره والجهاز الفني اللي اختاره وامير مرتضى. فاحنا عايزين نتكلم عن فريق الزمالك. فريق الزمالك مدينه فني ومساعدينه طبعا مستر فريرا صاحب الجنينه دي، ايه الجنينه بتاعته حضرتك عملتها له طبعا. صاحب الجنينه، وبعديه خالد ده جماعه حميد قدامه صاحب الجنينه الثانيه، واخد بالك؟ طبعا مع المساعد بتاعه دايما بنسى اسمه، اسمه صعب مش عارف اسمه، هو تقريبا كله مساعد روي اجواش. اجواش ماشي. ده بالاضافه اللي طبعا اسامه نبيه، كابتن اسامه نبيه، كابتن احمد مقصود، كابتن ايمن طاهر، الدكتور اسامه، والجهاز المعاون، ومعهم كلهم امير المرتضى. دي اول مباراه، ودايما بدايات بتنم على عن النهايات، فدي بدايه موفقه الحمد لله. الزمالك اللي بيغلب 2-0، ولو تلاحظ ان احنا الموسم اللي فات اتغلبنا من سموحه 2-0 برضه، فدي بدايه مبشره الحمد لله. لكن انا اتكلم، خلينا نتكلم على الفريق كله والدروس اللي احنا خدناها النهارده. الدرس الاولاني الاهلي الكدابه امام امام عاشور يعني مش فاهم، هو لازم امام عاشور يلعب كل الماتشات، ولازم مرتضى يطلع في النادي كل يوم عشان ما يبقاش اتحبس، ولازم مش عارف مين يبقى ايه، ولازم يا جماعه لا يعني مش كده. امام عاشور انا حتى قلت قبل كده انه زكريا الوردي اول ماتش كانت لعب، الراجل عايز يديله ثقه فلعبه ثاني ماتش، ولعبه النهارده ثالث ماتش، وده المدرب المحترف ان كل يوم بيديله ثقه في نفسه لغايه ما هتلاقي زكريا الوردي ده يعني هو ساسي مع طارق حامد مع بعض. تمام، لاعب عنده حماس وعنده طاقه. لكن خلينا نتكلم عن الفريق يعني اولا في اول الماتش حصل لك صدمه اللي هي الونش، وقبل الماتش حصل لك صدمه بتاعت ابراهيم مصاب، وقبل بدايه الماتش دونجا اصيب، والعين بتاعت العيال يعني عايزه تتخزق كده باي حاجه. كان زمان لما الواحد كان بيسخن كده ولا عينه تحمر كانوا بيجيبوا له بتاع ده يقعدوا يعملوا له بتاع ازرق كده ورقه وعملوا له عروسه ويقعدوا يخبلها له كده، واخي الواحد ما كانش يفهم يعني ايه ده. وبعدين طبعا لان العمليه بتبقى نفسيه بتخف في الاخر، لان من غير دكتوره ولا بتاع عينك حمراء تخف ما اعرفش ايه المهم يعني. فانت جالك ثلاث اربع اصابات بسرعه. اللي انتصر النهارده مش الزمالك ولا اللعيبه المحترمين اللي على اعلى مستوى اللي الحمد لله، بس ما حدش بيقول لي يقول لي جبت الفلوس منين. ال 40 مليون بيدخلوا في الحساب دلوقتي واخد بالك، والدنيا كلها تفاجئ ان احنا محجوز علينا ومتكتفين، واللعيبه خدت مقدمات العقود الوداد والقدام الحمد لله. اعتقد البنك النهارده او بكره بالكثير هكون دخلت في حساباتنا. عشان دي يا فندم برضه معلش حضرتك، ده سبب من انتصارات نادي الزمالك التوقيت اللي حضرتك دايما بتتعامل فيه مع لعيبه نادي الزمالك، ان انت تحط مساحاتهم، بنشوف اللعيبه بتاكل النجيله في الملعب، وده بينهم طبعا على نجاح مجلس اداره نادي الزمالك والنظره الثاقبه لمجلس اداره نادي الزمالك ان هو بيدي اللعيبه حقوقها في وقتها. هو حقهم طبعا، لكن مش من ذنب اللعيبه ان عندنا بني ادم ما عندوش دم تاني، ما عندوش دم. بكره هنشوف في يوم الخميس السهره اللي الناس اعتادوا عليها ويقولوا لي لازم تطلع كل يوم خميس، انه لا ده ورق بخط ايده انه استلم الفلوس. برضه بقول سايبينه ليه؟
ده احنا لسه بكره عندنا مصايب الاراضي والادويه والبطوله، عندنا مصايب سودة عملها، ولازم اللحاميه يطلعوا لنا حاميه. نرجع بقى ايه اهم من كل دون، الجمهور العظيم. يعني هم البعض ايه، البعض وللاسف من الجمهور المنافس، يعني محترم طبعا لجمهور الاهلي، ابتدى يسخن العيال اللي عندنا، ده بيديكم تعليمات، ده بيخوفكم، ده بيهددكم، يطلع سبع ثمان عيال يبعتوا لي رسائل، هم سبعه ثمانيه كده، هنقلع وهندي ظهرنا. النهارده الجمهور العظيم ادى درس منتهى الاحترام والالتزام والتحضر، كاني انا في استاد ويمبلي، اسمه ويمبلي مش عارف اسمه ايه دون، في انجلترا صح كده، او استاد بشالوش. استاد بشالوش ده اسمه استاد مرتضى منصور طبعا، استاد الحمد لله جميل. يعني ايه الاحترام وايه الالتزام وايه التشجيع ده؟ العيال مركزه مع اللعيبه، مش مركزه انك انها تضايقك، انها يعني اقصى حاجه قالوها خارجه شويه، مش عارف ايه، لا ايه بتاعت الاسماعيلي، رامي اسماعيلي اصحابنا يعني وجزء مننا، لا اهلي ولا اسماعيلي، ماشي معديه، انما تقلع هدومك وتدي ظهرك لم يحدث النهارده. تشجيع مثالي، انا بحييهم وبشكرهم جدا جدا، وده يمكن سبب ان انا خليتك في القعده دي، ان احنا استشار احمد جلال او بيت الشله دي قاعدين هنا، ومحمود خالد وعبسال وشريف وجاجد، استشار احمد جلال. انتوا ايه اللي جابكم؟ ماشي ماشي. المهم ف جبت لقيت ورق تاني اللي ممنوع، بس قبض بيه مش كده؟ طب كويس. نفسي اعرف مين الذكر اللي حبيك يا ممدوح عباس، نفسي اعرف. مش انا بقى قضيه راي عام بقى، مصر كلها والعالم العربي عايز يعرف مين حامل بني ادم ده. احنا عندنا تكمله بكره ان شاء الله، لكن نرجع تاني للجمهور. جمهور عظيم هو ده الجمهور اللي احنا عايزينه. هو انا لما اقول لابني وانت رايح الكليه بتاعتك البس كويس، احترم المدرس بتاعك، لما تبدا المحاضره ما تديش ظهرك المحاضره، ادي وشك واستوعب واقعد سجل محاضرتك عشان تراجعها، يبقى انا كده بغلط فيه ولا بوجهه للصح؟ انا بوجهه انه يبقى متفوق. النهارده التفوق، احترامي طبعا لطارق العشري، طارق العشري ده مش مدرب صغير، ده طارق العشري مع طلع الجيش الرابع بالظبط، سيبك ان فيوتشر واحمد دياب خدوا البتاع ليهم هم، لكن هو في النهايه الرابع اللي ما دخلوا الكونفدراليه يعني. فبحيي طبعا بحيي طارق العشري، وبحيي نادي سموحه، وبحيي الاستاذ وليد عرفات رئيس نادي سموحه، انه برضو عندهم مصيبه سودا سيبها لهم الراجل اللي اسمه فرج عامر، سايب لهم مصايب وسايب لهم فلوس عليهم وسايب لهم حاجات، والفريق تقريبا كله فضي. يعني مش مروان ده هداف مشي، وعبد الكريم الوادي باين كان عندهم، يعني في لعيبه كتير لعيبه، مع ذلك النهارده لعبوا مباراه محترمه جدا. وانا نفسي بقى لكل مسؤول في اي نادي، لما الفريق المنافس يلعب كويس قول، خلي بالك قول ان الفريق المنافس لعب كويس وبرافو عليكم، وشجع الاولاد وشجع مدربهم، وده اللي حصل النهارده يمكن في بيان اللي انا نزلته. احنا عندنا ماتش صعب جدا جدا مع سيراميكا كليوباترا، وانت عارف سيراميكا كليوباترا هو النادي الاهلي رقم واحد مش اثنين. ليه بقى؟ لانه في احمد موسى، وانت عارف احمد موسى بيقعد يحزق ويعمل كده وهيضيع الدنيا رياضيا وسياسيا واعلاميا، واخد بالك؟ ومش عارف بصراحه البلد يعني او الدوله يعني مستحمله ليه؟ يعني خلي لبكره بقى نكمل احمد موسى وعمرو اديب اللي جاب شوربه فرنساوي، الناس مش لاقيه تاكل، يقول لهم شفت الشوربه الفرنساوي؟ شوف انا باكل ازاي، شفت حته اللحمه دي؟ اقسم بالله ما انت عندك دم، والله ما عندك دم، وبكره هفرج مصر كلها عليك. مبروك لفريق الزمالك وجماهير الزمالك ومدرب الزمالك، مبروك للجمعيه العموميه المحترمه، وان شاء الله باذن الله ماتش سيراميكا يعدي على خير باذن الله. احنا عندنا فريق ولادنا كويسين جدا، وعندنا بيت اللعيبه بقى، بيت الصفقات هتخش ان شاء الله، وبعد كده هنلاعب بيراميدز اعتقد، ونسافر الامارات، ودي مباراه سوبر عشان ايه؟ الاهلاويه عاملين يغزوا زملكاويه، احنا مستنيينكم على نار، ودول لا ده احنا اللي يا جماعه دي مباراه كره القدم، عايزين شكلنا يبقى متحضر جدا 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 في الامارات، عايزين نوري العالم كله ان دي مصر، زمالك واهلي واهلي زمالك. وانا ببقى سعيد على فكره بجمهور الاهلي او الزمالك اللي بره، من غير ما تقول لهم حاجه، منتهى الالتزام منتهى الاحترام، يعني بيقعدوا تقريبا مع بعض ما عندناش مشكله، ويا ريت الجماهير ترجع تقعد مع بعضها، يا ريت الجماهير ترجع تقعد مع بعضها. بدايه نبذ العنف والعنصريه والسباب
ان جماهير الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض، ما هو راجل زملكاوي متجوز واحده اهلاويه، هي تروح تقعد في حته وهو قاعد في حته، طب ما هيطلقها، هتطلق كده، لكن قاعدين مع بعض. هي بتشجع فريقها او العكس طبعا، هو بيشجع فريقه، ولا في اولاد، راجل بيبقى عنده ولدين او ثلاثه فيهم الاهلاوي والزمالكاوي، يقعدوا مع بعض. يعني موضوع انك قسم المدرجات دول لوحدهم ودول لوحدهم، انا بقول دي كانت بدايه التعصب الاعمى اللي موجود للاسف في ملاعبنا. انا بشكر طبعا اتحاد الكوره، كنت بكلم مع الاستاذ جمال علام ورابطه الانديه، حتى كنت بكلمني الاستاذ احمد دياب كان بيطلبني اهو، خد بالك اهو راح فين اهو، كان بيكلمني واحنا بنساعد بعض. يمكن هم قالوا يا ريت كل رؤساء الانديه يعملوا بيان صعب، يعني زي الفيديو اللي انت عملته، ينبهوا جماهيرهم انه التزم، الموضوع سهل جدا. النهارده جمهور الزمالك خسر ولا كسب؟ كسب احترام الدنيا كلها اقولهم انا. هو طبعا جمهور طول عمره محترم، لكن كسب احترام الدنيا اقولهم انا ليه؟ لان بصراحه المنظر لا، يعني ايه ده؟ ده احنا عندنا هنا في النادي لو واحد نازل من حمام السباحه لابس بنطلون والجزء احمد بيه عارف الجزء الفلاني من غير فانيلا بتاع، يا نهار ابيض على اللي بيحصل له مني، وده نادي بالظبط. وكمان بناطيل متقطعه ولا لا؟ سيبك متقطعه دلوقتي، ولكن ما حدش يشوفه الا 100 مثلا 200 قدامك، لكن ده بقى ما بالك بيشوفك ملايين. يا اخي انا مش عايز اشوف صدرك، مش عايز اشوف بطنك، واخد بالك؟ انا حر، انت مش حر، انت ملتزم انك انت قدام الشاشه ملايين بيشوفوك، فانت مش حر. انت حر امتى؟ في بيئتك، في البيت اعمل اللي انت عايز تعمله، تمام؟ فبشكر الجماهير المحترمه النهارده، وبشكر الجهاز الفني والطبي والاداري وامير مرتضى والفريق كله طبعا، وبقول لهم بقى بكره ان شاء الله لما تلاقوا الفلوس هتعملوا بيها ايه؟ مكافأة بكره تاني يا فندم؟ على طول مكافأة زي ما في اللائحة بالظبط بإذن الله، لكن دي حقهم اللي هو مقدمات العقود حوالي 40 مليون جنيه. وعندنا جلسة يوم الأحد إن شاء الله في رفع الحجز، نتمنى إن القاضي الجليل بعد ما اطلع على الورق ويشوف الورق الثاني اللي ممدوع عباس، يا نهار أبيض، ده إحنا في مصيبة يا جماعة والله، ده ماضي إنه استلم ماضي، وفي فاكسات باعتها من مكتبه وبتوقيعه برضه إنه واخد الفلوس دي. فنتمنى ان شاء الله الحجز يترفع ان شاء الله. نتمنى الماتشين اللي جاي، انا قعدت اقول بتاع العروسه بتاع دي تقريبا حد اشك في مين مش عارف لا مش عايز ميه، لا ده افتكرت موضوع العروسه بقى اللي كانت بتعمل، الحاجه كانت بتعملها وتقعد تخرم البتاع كده، وكان بس عينك بتوجعك فجاه، عينك تخف، تبقى حاله نفسيه. جمهور الزمالك عظيم، استمروا على دعمكم لفريقكم اللي هو انتوا الجمهور اهم مني واهم من اللعيبه واهم مدرب. ليه بقى؟ كلنا بنتغير بس الجمهور ما بيتغيرش. كلنا بنستفيد، احنا ما بنستفيدش ماديا، يعني ما احنا مش بنقبل، احنا مش عايز نقول احنا بندفع يعني، لكن يكفي ان انا رئيس نادي عظيم اسمه نادي الزمالك. فندم استاد القاهره ان شاء الله الماتش الجاي خلاص يوم الاحد ان شاء الله. رسالة بقى تقولها للعيبة بقى اللي كانوا رجالة النهاردة، والأستاذ أمير طبعا اللي عامل استقرار كبير جدا. الحمد لله، و بس هم بيقعدوا يقولوا لي ونام ما تقولش موضوع الفلوس ده في التلفزيون عشان ستاتنا بنروح نلاقيهم قاعدين على الباب. الله يقول لك بيقول لك اسم مرتضى عشان خاطرنا، يعني طب حتى ناخد يعني جزء كده يعني صغير لينا، بنروح نلاقي الستات كلها قاعده فين انا لا مرتضى قال. ربنا يوفقهم كلهم ولاد كويسين جدا، الجداد والقدام، ولسه هنشوف مصطفى شلبي، ولسه هنشوف عمرو بي السيسي او عمرو بي السيسي، ولسه هنشوف طبعا دونجا، وهنشوف ابراهيم ضعيف، هنشوف زكريا الوردي بقى المطوشة هتفرج على ده، هيعدي ساسي وطارق حامد ويوسف حسن فندم ويوسف حسن لا وعندك كمان عمر جابر ما شاء الله طبعا، يعني والزناري لسه ما شفناهوش، واخد بالك؟ الحمد لله الحمد لله. صبحي الصفقه اللي كانت محمد صبحي ده جون عالمي، واخد بالك؟ ويعني شوف انت دلوقتي عندك فريق متكامل، فاضل لك حاجه واحده، دايما توفيق ربنا بس،
شكرا. شكرا يا فندم، نورتنا يا فندم. شكرا، مشكور. ده كان لقاء خاص مع المستشار مرتضى منصور عقب فوز نادي الزمالك اليوم على نادي سموحه في الجوله الاولى من بطوله الدوري العام. نتمنى طبعا المزيد من الانتصارات لنادي الزمالك في الفتره القادمه.